ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بما اننا بقى اللفت طلع، فهنعمل معاكم النهارده مخلل اللفت. طبعا انتوا عارفين ان احنا صايمين كل سنه وانتم طيبين، فده بيبقى حلو جنب الاكل كده، بيشجع الاكل. بيبقى ما بيبقاش حادق قوي زي الليمون والكلام ده، فبيبقى خفيف يعني، فبنحب نعمله. طبعا انا نزلت جبت اللفت. طبعا اول حاجه ازاي نعرف اللفت الكويس من اللي هو مش كويس؟ طبعا اول حاجه انا بجيبه زي ما انتم شايفين باللون دوت، نفس اللون ده كده اهو. بتبقى مدوره، بتبقى تقيله مش خفيفه، عشان ما تبقاش شيخه من جوه اهو بالشكل ده كده. بتبقى انا ما بحبش اجيبها البيضه، لان البيضه ما بتديش لون معايا. اللون ده بيبقى حلو قوي، بيدي لون كمان لو انت ما حطيتيش بنجر، فده يكفي ان هو بيعمل لون في الميه. طبعا ده بالنسبه كده لطريقه الشراب. انا بشتريها المدوره الحلوه، بشتريها اللي هي لون الموف، بشتريها تكون تقيله. ده بالنسبه لان انا ازاي اشتري. تعالوا بقى نشوف ازاي هننضفه. طبعا بالنسبه ان احنا ننضفه بقى، بنشيل اي حاجه اللي هي الكلام ده كله، يعني بشيله خالص كده، او اللي هو بيبقى الجدر من تحت او الشعيرات اللي طالعه ديت. ممكن تقطعيها خالص لو انت مش حابه ان انت تسيبيها او بالشكل ده. بقطع دي برده من تحت كده. في ناس بتحب تاكل الخضره ديت، يعني اللي هو الفروع اللي تحت دي. طبعا زي ما انتم شايفين كده، بنضف اي شعيرات فيها بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم اللي بيحب ياكل العروس دي بيسيبها. بننضفها ازاي برضو؟ اهي هنشيل الحته اللي هي تحت ديت خالص، وافتح دي من بعضها عشان بيبقى فيها طينه. اهيت هي دي اللي هستعملها اهو، يبقى كله بالشكل ده. طبعا ما بشيلش الاحمر ده خالص خالص خالص، اللي هو اللون الموف ده. بس كده يبقى هنضف كله كده، وارجع لكم بقى اوريكم طريقه التقطيع. طبعا زي ما انتم شايفين احنا نضفناه بالشكل ده اهو. شلت اي حاجه فيه، سبت العروش بتاعته لو انتم حابين ان انتم تسيبوها زي ما انا قلت لكم. هبتدي بقى ان انا اقطعه معاكم. انا بما اني عندي القطاعه اللي هي زي بتاعت بره، فهقطع بيها. ممكن انتم بقى لو عندكم سكينه عاديه عادي مفيش مشاكل. هبتدي ان انا اقطعه كده. الشكل ده هي مجرد ان هي بتدي شكل بس مش اكتر. هبتدي ان انا اقطعها زي صوابع كده، زي صوابع البطاطس، وارجع اقطعها كده بالطول. هي تبقى بالشكل ده كده اهو، يبقى كله بالشكل ده. طبعا انا مش هعمله كله، انا هقول لكم ان انا يعني ممكن احفظه يقعد معايا فتره اطول ازاي. انا هقطع على قد البرطمان، والباقي هقول لكم هعمل فيه ايه. يلا بقى اللي بيتفرج على الفيديو كده يديني اللايك وكومنت حلو كده زيكم. زي ما انتم شايفين كده ان هو مش شايخ من جوه لانه صغير. انا بحب انقي الصغيره عن الكبيره. بصوا زي ما انتم شايفين كده من جوه ان هي مش مفرغه. اللي بتبقى مفرغه من جوه دي هي دي اللي انا بقول لكم بتبقى شايخه. عشان كده انا بحب انقي الصغير. يبقى النقي الصغيره المدوره الطريه مش الطريه. طبعا ده ما بياخدش وقت خالص في تخليله، ده ممكن يعني من 4 لـ5 ايام كده نبتدي ناكل منه. هقول لكم بقى على طريقه ان احنا يعني ممكن نسيبه لفتره اطول. زي ما انتم شايفين كده انا قطعت دول الاول حسب البرطمان اللي هعمله.
انا عشان ما اطولش عليكم هقطع تاني حبة تاني وهرجع بقى نقول هنعمل فيه ايه. طبعا زي ما انتم شايفين كده قطعناه بالشكل ده، وسيبنا الصحيح ده برضو هنخليله بس هو كده، ده هنحفظه برضو معانا وده هيقعد معانا فترة اطول. طبعا كده انا هغسله كويس جدا وهغلي مية وهقول لكم هعمل ايه عقبال بس ما المية تغلي اكون انا غسلت معاكم الليفت ونرجع نكمل مع بعض. طبعا انا جهزت مية سخنة هقول لكم الايه. انا بدل ما احط في البرطمان البنجر على طول، لأ انا هحطه في المية زي ما انتم شايفين انا كنت مخزناه في الفريزر بالشكل ده. هحط بنجراية نص بنجراية زي لو مفيش خالص مش مهم، اللون ده هيدي معاكي لون حلو قوي بالنسبة للون الموف ده هيدي معاكي لون حلو قوي. فانا كده اهوت انا معايرة المية، دول 5 كوبايات، على كل كوباية هحط معلقة كبيرة من الملح. هبتدي ان انا احط 5 معالق كبيرة ملح، واحط معايا معلقة سكر صغيرة، وانتوا عارفين السكر انا بحطه ليه، زي ما انتوا عارفين ان انا بحط السكر عشان خاطر يبقى مقرمش معايا وده زي مادة حافظة. وهبتدي ان انا اقلب بقى كله كده واركنه، مش هحط المية دلوقتي خالص لان اي مخلل بيفضل ان انا اغلي ميته واسيبها لما تبرد واقوم حاطاه عليه، ده بيحافظ ان هو يقعد فترة اطول ما يبص مني. فانا زي ما انتوا شايفين كده اهوت انا هقلبه واركنه خالص، لما المايه تبرد نرجع نكمل بقى مع بعض واوريكم اللون هيبقى شكله ايه. طبعا انا استنيت لحد ما المايه بردت تماما زي ما انتوا شايفينها كده، شايفين اللون. انا ليه ما ضفتش بقى البنجر على طول جوه المايه؟ لانه بيدي يعني ممكن الحته اللي هو واقف فيها البنجرايه تدي لون جامد والباقي ما يبقاش لونه حلو، فانا عشان ادي كل لون واحد زي بره هعمله بالطريقه دي. طبعا انا جبت علبه هبتدي ان انا احط فيها كده الليفت بالطريقه دي، وطبعا ايه هحط ميه التخليل برضو عليها اللي هي الميه دي العاديه هحطها عليها بس لما اعمل البرطمانات الاول. اسقط كده كله برطمانات ازاز بلاستيك اي حاجه يعني مش هتفرق معاكي يعني او ما بيبص زي ما هما بيقولوا وده التخليل السريع غير اللي هما فيه يعني في ناس بتعمله ان هما بيضيفوا عليه ملح ويسيبوه بتاع 6 7 ساعات، لا مفيش الكلام ده، ده اللي هو السريع. هضغط عليه كده. طبعا انا ما بضيفش خل خالص، بس انا ممكن البرطمان اللي انا عاوزاه او اللي هاكل منه خلال يومين ده بس الوحيد اللي هحط عليه خل، اما باقي التخليل انا هسيبه زي ما هو مش بحط عليه حاجه خالص، هو مجرد الملح والميه اللي هضيفها عليه ومعلقه السكر عشان دي اللي بتدي يعني ده اللي بتحافظ عليه يعني زي ماده حافظه وفي نفس الوقت بتخليه مقرمش ما يترش. بس هجمع كده كله في البرطمان ونرجع بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هبتدي بقى اللي انا عاوزاه يستوي بسرعه، البرطمان الوحيد اللي هخليه يستوي بسرعه هو اللي هحط عليه خل، فانا هحط عليه 2 معلقة خل. بالشكل ده كده. لكن الباقي زي ما انا قلت لكم ما بحطش اي مخلل، انا ما بضيفش عليه خل نهائي. هبتدي بقى ان انا احط كده، طبعا شايفين اللون.
طبعا زي ما انتوا شايفين كده احنا خلصنا. وبالنسبة للي في العلبة دوت، انا برضو كنت مسخنة مية، عايرت نفس النظام برضو على كل كوباية معلقة ملح، وحطيت عليه برضو سكر. بس انا هنا بالنسبة للبرطمان دوت انا زودت شوية الملح لانه هو صحيح، فزودت معلقة ملح زيادة عشان في نفس الوقت برضو ما يبص، لان قلة الملح برضو بتبوظه بتخليه يبوظ، فلازم اظبط الملح بتاعه. ده بالنسبة للونه. طبعا هنغطيه طبعا كده، وهنرجع بقى كمان يومين اوريكم اللي هو السريع او اللي احنا عملناه بسرعة اللي هو ما خدش وقت، اللي انا حطيت عليه خل. وبالنسبة للتاني ده هنفتح عليه بعد 4 5 ايام هيكون استوى، هو ما بياخدش خالص وقت. زي ما انتم شايفين لونه كله هيبقى بدرجة واحدة، وده نفس النظام. انا بقى بعمل حاجة كمان عشان ما يلمش بكتيريا من على الوش، انا بجيب زي علبة كده واقفله كويس واقوم قلبان مدة يوم كامل، اخليه على وشه كده عشان ما يخشلوش هوا، وفي نفس الوقت يلم بكتيريا او يبوظ مني بسرعة. فدوت كده بيقلل ضغط الهوا فيه. بخليه كده لمدة يوم، يعني انا عملته مثلا النهارده الصبح، اخليه تاني يوم الصبح اقوم قلباه بقى واسيبه، وبعد يومين نرجع مع بعض نشوف الدنيا فيه ايه. وكده رجعنا مع بعض بقى عشان نشوف الليفت. كده بقى له يومين، تعالوا بقى نفتحه كده مع بعض. انا حطيت له على فكرة شطة، اللي عاوز بقى ان هو يحط شطة. معلش البرطمان ضيق، طبعا شايفين لونه من بره عامل ازاي، ومفيش واحدة فاتحة وواحدة غامقة. طبعا حتى انتوا لو ملاحظين انا هوريكم دلوقتي برضو ان اللون اللي عليه اللي هو لون القرنبيطة نفسها، بصوا زي ما انتوا شايفين هنا كده اهي، ان هي بتطلع، ان اللون ده بيطلع في المية اللي هو لون القرنبيطة، فبيد سوري الليفت، فبيدي معاكو لون في المية. عشان كده بقول لكم اللي ما عندوش بنجر يحط بنجر، كده كده الليفت بيطلع اللون بتاعه، بس لازم نجيبها اللي هي الموف شويه دي. اهو زي ما انتم شايفين اهو. طبعا اتمنى ان انتم تجربوه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله ننزل لكم بحاجه جديده. وانا اسفه لو الفيديو طول عليكم. وعلى فكره برضو عاوز اقول على حاجه، ان الليفت الصحيح اللي انا عملته معاكم، انا يعني بعد ما بيخلص البرطمان ده بحط في نفس المايه بتاعته، بقوم مقطع فيها برضو الليفت واستعمله، يعني مش برمي المايه ديت لحد ما اخلص الليفت كله اللي انا الكميه اللي انا جبتها اللي هو الصحيح. طبعا كده خلصنا، وطبعا ما اقولكوش هو مقرمش كمان وجميل. طبعا انتوا سامعين الصوت وطعمه وملحه مظبوطين. بيبقى خفيف كده، يعني لما بيتعمل بيبقى خفيف جنب الاكل وبيبقى حلو. واقول لكم بقى انتظرونا في فيديو جديد باذن الله. وطبعا يعني شكله في الكاميرا ولونه جميل رهيب. جربوه جربوه، قولوا لي ايه رايكم. واقول لكم باي باي.